أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليرموك. سوف اليوم أو سنحل اليوم أو سنزور اليوم تونس، التجربة التونسية، الثورة التونسية. ربما هي النقطة البيضاء التي بقيت في مشهد الربيع العربي. سنحاول أن نجول في غياهب هذه الثورة، في غياهب هذه التجربة. وسنطرح على ضيفنا الذي جاء من تونس أسئلة تتعلق بجدليات وخلافات هنا تجري بين مثقفينا حول التجربة التونسية. نحاول أن نفهم ماذا جرى، ماذا يجري، ماذا سيكون من استشراف لمستقبل هذه التجربة. لذلك لقاؤنا اليوم في استوديو اليرموك لقاء خاص مع ضيفنا العزيز الأستاذ العجمي الوريمي، صحيح؟ وهو عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية وعضو في مجلس الشعب، عضو حالي ونائب في مجلس الشعب. أهلا وسهلا بك. مرحبا. أستاذنا الكبير. مرحبا. الأستاذ السيد العجمي. ربما السؤال الذي يثور في أذهاننا جميعا أن هناك جدل حول ما جرى في تونس، لا سيما بعد الانتخابات، سواء انتخابات النيابية الأخيرة أو الانتخابات الرئاسية. هل ترون أن الثورة بخير، أن ما جرى ثورة، أم أنه انقلاب بالصناديق؟ هكذا يرى البعض أو هكذا يختلف الأردنيون عم أو يقيمون ما جرى من تجربة هناك في تونس. أنتم كيف ترونها في النهضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا سعيد بوجودي في الأردن وبالذات في عمان. أهلا وسهلا. بين إخواني وأهلي. عمان يعني التي لها مكانة خاصة في قلوبنا. بالنسبة للتجربة التونسية، نحن خلال هذه الأيام خضنا الانتخابات الثالثة بعد الثورة، نعم، والثانية بعد المصادقة على الدستور. وهذه الانتخابات الثلاث كانت حرة ونزيهة وشفافة بشهادة الجميع. قد تكون شابتها بعض الإخلالات أو بعض الهينات، ولكن في العموم الانتخابات كانت يعني مرت كأفضل ما يكون في مناخات طيبة من التنافس النزيه، وأيضا يعني عبرت عن الاتجاه العام للتونسيين في هذه المرحلة. أعطتنا موازين القوى بالنسبة للانتخابات التشريعية، وأعطتنا رئيسا جديدا للبلاد هو أول رئيس للجمهورية الثانية أو الرئيس منتخب للجمهورية الثانية، انتخاب حر ومباشر من التونسيين. بالتالي هذا يجعل تونس إن شاء الله في طريق مفتوح نحو المستقبل. هذا يجعل الأمال يعني مشروعة، والتونسيين ربما يكونون أكثر اطمئنانا من أي وقت مضى على المستقبل. لا نقول بأن المخاطر زالت، لا نقول بأن ليس هناك تحديات، لا نقول بأن المخاوف يعني زالت أيضا، إنما هذه المخاوف وهذه المخاطر وهذه التحديات ينبغي أن تكون لنا حافزا إضافيا حتى نضع اليد في اليد ونتعاون ونكون متضامنين تجاه المشكلات والمصاعب، ونرفع هذه التحديات لمصلحة البلاد ولمصلحة الشباب ولمصلحة الأجيال القادمة. ما تحقق هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ما تحقق مهم وتاريخي، ولكن ربما ما لم يتحقق هو الأهم. فيعوض أن التفت إلى الماضي ونفكر في ما حدث 10 سنوات و20 سنة، نفكر في المستقبل، نفكر في ما هو آتي لعشر سنوات أو 20 سنة أو أكثر من ذلك. الفترة المنقضية وضعنا الأسس، وضعنا أسس الإصلاحات. الآن سنشرع في الإصلاحات. من هذه الأسس بطبيعة الحال الدستور. وضعنا قواعد الإصلاحات، والآن سنجري الإصلاحات الشاملة الواسعة العميقة الجذرية أن لازم الأمر، والتي ينبغي أن تطال كل المجالات وكل القطاعات. إصلاح الإدارة، إصلاح المنظومة الأمنية، إصلاح الإعلام، إصلاح القضاء، إصلاح التعليم. هذه كلها يعني الدولة في حاجة إلى أن تستعيد عافيتها وهيبتها، وأن تضخ فيها الدماء الجديدة، وأن تأخذ مضمون يعني شعبي وديمقراطي. دعني أعود لسؤالي مرة أخرى بعيدا عن تونس. نحن يعني هنا في في في, في عالمنا العربي، المثقفين في العالم العربي، وإن كنت تتابع أنت يعني محاولات قراءة التجربة التونسية، البعض يقول أن هناك انقلاب حدث في تونس، أن هناك دولة عميقة عادت لكن بالصناديق. في مصر حدث انقلاب من خلال العسكر، لكن في تونس انقلاب من خلال الصناديق. هل ترونه في تونس كما يراه البعض، أم ترون أنه
جدل ديمقراطي وأن تداول السلطة بخير. كيف ترونه في تونس؟ تعريف الانقلاب واضح. الانقلاب هو نقل السلطة من جهة منتخبة إلى جهة غير منتخبة باستخدام القوة. أما تغيير الأغلبية عن طريق الصندوق في إطار التداول السلمي على السلطة، هذا لا يمكن أن يعبر عنه إلا بأنه مسار ديمقراطي وخيار ديمقراطي واختيار ديمقراطي ونتيجة لهذا الاختيار الديمقراطي. يعني نعتقد بأن تونس على تداول السلطة، نعتقد بعد بأن فوز تونس قطعت مع الماضي وتريد أن تقطع مع الماضي. التونسيون لا يحنون إلى الماضي. لهم هواجس، لهم رغبة في أن يروا بلادهم مستقرة، يروا بلادهم آمنة، يروا بلادهم يعني تنجح في التنمية وتنجح في الاستقرار وتنجح يعني في تطوير المؤسسات وفي تطوير الحياة السياسية وتؤدي دورها في المنطقة وتؤدي دورها في العالم. هذا يشترط أن نمضي إلى الأمام وأن لا نعود إلى الوراء. لستم قلقون؟ نقول بأن كلفة العودة إلى الوراء باهظة جدا، وكلفة المضي إلى الأمام يسيرة بإذن الله، والخيار الأفضل هو أن نتقدم لا أن نتراجع. جميل. واضح أن هذه اللغة لغة لا تخلو من القلق. يعني أنا شخصيا لا أرى فيها قلق. سأذهب إلى النهضة. أنتم يعني في المرحلة الانتقالية أدرتم المشهد بطريقة أو بأخرى، ثم بالانتخابات الاشتراعية النيابية تراجع حجمكم وزخمكم. لماذا؟ البعض ربما يتحدث عن أنكم دفعتم كلفة إدارة المرحلة الانتقالية، هذا صحيح؟ ما الذي جرى مع النهضة؟ لماذا كنا في حجم ثم أصبحنا بحجم أقل؟ لا أتحدث عن تراجع كبير لكن حجم مختلف، لماذا؟ على كل حال هو الناخب وضعنا في وضع مريح. وضعنا يعني أمام خيار المشاركة في الحكومة أو خيار المعارضة. إذا كان هناك عرض يعني مقنع سنشارك في الحكومة، وإذا لم يكن هناك عرض في مستوى ما نتطلع إليه سنؤدي دورنا في المعارضة الجادة والمعارضة المسؤولة. فالناخب وضعنا في، ربما لو كنا الحزب الأول لكنا في وضع أصعب، لأننا مطالبون بأن نعرض على غيرنا المشاركة معنا، وقد يقبل وقد لا يقبل، وقد يقبل بشروط تحرجنا أو تضعنا في وضعية يعني غير مريحة. على كل حال نقول رب ضارة نافعة، يعني الخير فيما اختاره الله والخير فيما يعني اختاره الناخبون. نحن الآن الحزب الثاني، والفارق بيننا وبين الحزب الأول ليس فارقا كبيرا، ومشاكل البلاد لا يمكن أن ينهض بها حزب واحد، والبلاد ليست مرشحة للعودة للحزب الواحد أو لهيمنة حزب واحد. هناك من يتخوف من التغول، لا يريد أن تجتمع السلطات عند يد واحدة. ونحن قبل الانتخابات التشريعية كنا نتوقع أن نكون الحزب الأول، ولهذا لم نقدم مرشح لرئاسة الجمهورية، لأننا لا نريد أن نجمع كل السلطات في يدنا، ولا نريد أن يقال بأن النهضة يعني تغولت والنهضة هيمنت والنهضة احتكرت والنهضة انفردت والنهضة، بل نريد أن يقال بأن النهضة تسامحت وشركت غيرها وعملت مع غيرها وبحثت عن التوافقات وقدمت أنزم الأمر التنازلات لمصلحة البلاد وللمصلحة العامة. هذه رؤيتنا. هل تتسامحون إلى حد الخسارة؟ يعني إلى حد أن هل هذا هو التسامح؟ لا، نحن لم نقدم هدية لمنافسينا. نعم. ولا ننتظر من منافسينا أن يقدموا لنا هدايا. نحن قدمنا رؤية للحكم وعملنا في رؤية للحكم، رؤية تقول بالتشارك وتقول بالتوافق وتقول بالائتلاف وتقول بضرورة أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية واسعة تمثل فيها الأطراف الأساسية في البلاد، وأن نتعاون جميعا من أجل إنجاح استحقاقات المرحلة القادمة. البلاد تحتمل وضعية أغلبية ومعارضة مثل ما هو الشأن في البلدان راسخة القدم في الديمقراطية. نحن في بداية تجربة ديمقراطية، نحن في مرحلة انتقال ديمقراطي، نحن في خطواتنا الأولى في الديمقراطية، نحن نتدرب على الديمقراطية. ونريد لشعبنا أن لا يخطو خطوات باتجاه المجهول، أو أن لا تنتكس التجربة، أو أن لا يعني ربما نحيد عن المسار الذي أردناه لبلادنا، وهو مسار انتقال سلس، انتقال يراكم المكتسبات ويقطع مع الماضي ويضع يعني قواعد التداول السلمي على السلطة. والدستور الذي أنجزناه وهو دستور توافقي، ليس الدستور لحركة النهضة، ليس الدستور لحزب، إنما هو دستور لكل التونسيين. هذا الدستور يضمن الحريات ويضمن الفصل بين السلطات ويضمن التوازن بين السلطات
ويعني يضمن التداول على الحكم، ويعطي ويجعل المعارضة شيء مشروع، ويجعل أيضا الحكومة حكومة منتخبة تمضي حتى النهاية في تنفيذ مشروعها، ويعطي المعارضة حق المراقبة وحق المساءلة. تتقن الذهاب إلى العموميات أنت أستاذنا. ندخل في التفاصيل. ندخل في التفاصيل. نعم. قلت توقعنا أن نكون الحزب الأول، ما الذي جرى؟ لماذا لم تكون الحزب الأول؟ وبناء على توقعاتكم لم يعني ترتبوا أمركم على أن يكون هناك مرشح للرئاسة، صحيح؟ هذا ما قلت الآن أنت. ما الذي جرى مع النهضة؟ لماذا توقعتم أن تكون الحزب الأول فلم تكونوا؟ ما الذي جرى؟ هذا يدل بأن انتخابات انتخابات ديمقراطية. نعم. انتخابات لا نتائجها غير معلومة مسبقا. وهذا سواء كان انتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية، في كلتا الحالات كل انتخابات لها مفاجآتها، وكل انتخابات لها أسرارها، وأسرار الانتخابات لا تعرف إلا بعد فرز النتائج، إلا بعد يعني فراغ الصناديق واحتساب الأصوات. فأن النهضة توقعت أن تكون الأولى وكانت الثانية، فهذا يدل بأن العملية كانت عملية ديمقراطية. ربما أيضا يدل على أن هناك عناصر أخرى تدخلت في الموضوع، قد تكون أثرت إلى حد ما في النتيجة، يعني ما هي عناصر مثلا؟ كاستخدام المال السياسي، أو بعض ممارسة بعض الضغوط، أو ربما غياب الحياد الإعلامي، معناها هذه عوامل ربما تكون أثرت. ثم حدث أثناء الحملة الانتخابية نوع من الاستقطاب. نعم. نوع من الاستقطاب، وهذا الاستقطاب نتج عنه تخويف من عودة قوية للنهضة، والمنافس الأساسي لحركة النهضة نداء تونس، زعيم نداء تونس قال للناخبين كل ورقة لا توضع في صندوق النداء هي ستوضع في صندوق النهضة، كل ورقة لا تذهب لحساب النداء ستكون لحساب النهضة، وبالتالي نشأ استقطاب ثنائي بين النهضة وبين النداء. فكثير يعني من الأطراف المترشحة في الانتخابات لم تحصد ولو مقعد واحد في البرلمان نتيجة هذا الاستقطاب. هذا الاستقطاب نعم. يعني استفاد منه بطبيعة الحال يعني حزب نداء تونس، وتضررت منه أحزاب أخرى، يعني سواء كان هذه الأحزاب يعني تحسب على الخيار الثوري أو أحزاب ديمقراطية وليبرالية أو أحزاب علمانية. نعم. المرحلة الانتقالية، كلفة إدارتكم للمرحلة الانتقالية، طبعا المرحلة الانتقالية صعبة، لها صعوباتها تحدياتها، هناك ربما طموحات وتوقعات للجمهور التونسي، أدرتم هذه المرحلة، هل كانت واحدة من الأسباب التي جعلت النتائج في المرحلة الثانية تكون بهذا الشكل على خلاف ما توقعته؟ يعني وفي الحقيقة خاصة تراجع عدد المقاعد لكم في البرلمان، يعني فترة حكم النهضة فترة كانت فيها الكثير من المكتسبات والكثير من الإيجابيات، وفيها أيضا أخطاء وفيها صعوبات. النهضة عندما فازت في انتخابات 23 أكتوبر كان أمامها خيار أن تحكم أو أن لا تحكم. أن لا تحكم أي أن تكون هناك حكومة مستقلة، حكومة كفاءات، حكومة غير حزبية. ونحن نعتقد بأن التونسيين عندما أعطونا ثقتهم أعطونا ثقتهم لتحمل المسؤولية وليس الهروب من المسؤولية. صحيح. ولو أن البلاد حكمتها حكومة مستقلة أو حكومة كفاءات في ذلك الظرف لفشلت في ظرف أسابيع، ولما استطاعت أن تجابه التحديات، خاصة ونحن كنا نمر بمرحلة ميزتها الأساسية هي الانفلات، الانفلات الإعلامي، الانفلات الأمني، الانفلات الحزبي، معناها الانفلات الاجتماعي، كان هناك يعني حركات احتجاجية معناها متتالية ومطلبية مشطة، وأوضاع يعني يصعب على غير الملتزمين سياسيين وغير المنتمين حزبيا وغير الذين يجدون الدعم السياسي القوي من حزب أو مجموعة أحزاب مؤثرة وقوية في البلاد، يعني لا يمكنهم أن يجابوا هذه الأوضاع، بل ستنهار الحكومة من تلقاء نفسها تحت تأثير يعني الاحتجاجات. والاحتجاجات بطبيعة الحال البعض منها كانت احتجاجات عفوية لها دواعي اجتماعية وجهوية، وبعضها كانت احتجاجات منظمة تقودها النقابات. فالنهضة تحملت مسؤوليتها في هذا الظرف، ضمنت استمرار الدولة، ضمنت يعني السير الطبيعي والعادي للمرافق، وحاولت أن تمنع الأوضاع من الانهيار، والتزمت أيضا بما تعهدت به الحكومة السابقة لها، وقد تركت لنا الحكومة السابقة نحن قلت تركت لنا ألغاما في الطريق، ففي كل خطوة نجد لغما علينا يعني إبعاده لكي لا ينفجر في وجوهنا، ثم تركت لنا المنظومة القديمة وترك لنا النظام السابق، يعني تركة ثقيلة
من المشكلات، من البطالة المتفشية، من الفساد المستشري، من الشباب يعني الذي له انتظارات كثيرة، ومن الجهات المحرومة والمهمشة، ومن منوال تنموي يعني لا يمكن أن يلبي الحاجيات والطلبات. كان علينا أن نتحرك على كل الجبهات، كان علينا إنجاز دستور، وكان علينا إنجاز التنمية، وكان علينا توفير الأمن والاستقرار، وكان علينا يعني تلبية الطلبات كما ذكرت الكثيرة والانتظارات العالية بإمكانيات للدولة، إمكانيات متواضعة وبخزينة فارغة وبنوع من الشح والبخل من الداعمين أو الممولين الذين يعني لم يكونوا لم يرحموا التجربة، وكانوا يشترطون مزيد من الوضوح ومزيد من الاستقرار، وهذا الوضوح والاستقرار نفسه كان يتطلب يعني دعم، معناها وهذا الدعم تأخر. نعم، بالتالي دفعتم كلفة ذلك في الانتخابات الاشتراعية الثانية التي تراجعتم فيها كعدد في أنت كيف تراها؟ هذا سبب؟ نحن نعتقد أدرتم مرحلة صعبة لها وفقنا أخطاء، وفقنا مع غيرنا في صياغة الدستور والمصادقة على الدستور، ووفقنا في إيصال البلاد إلى الانتخابات. العقد بيننا وبين التونسيين هو الدستور والانتخابات. أما بالنسبة للبرامج الحكومة، بتبتها الحكومة ليس لها عصا سحرية ولا يمكن أن تغير كل شيء في ظرف سنة أو سنتين. هذا تستطيعه حكومة تعمل لأربع أو خمس سنوات، ثم حكومة مسموح لها باعتبارها ليست حكومة مؤقتة بل هي حكومة منتخبة وحكومة تعمل لمدة طويلة، مسموح لها بأن تجري إصلاحات جذرية وتغير منوال التنمية. هل كان من الأفضل أن لو غبتم عن المرحلة الانتقالية لم تكونوا أنتم من الجهة الأكبر لأهل هذا كان أفضل لكم؟ ربما كان يعطينا نقاط إضافية، ولكنه كان كان سيكون على حساب البلاد. على حساب البلاد. نحن لا نريد أن تكون يعني النتائج على حساب البلاد. وقلنا مرات عديدة، وقال رئيس الحركة الشيخ رجل غنوشي بأن تونس أغلى علينا وأولى عندنا من النهضة، وأن تونس أغلى من قصر قرطاج أي من رئاسة الجمهورية، ولو كانت رئاسة الجمهورية أغلى من تونس لا ذهبنا للرئاسة وتركنا تونس، ولكن نعتبر بأن تونس أغلى من الرئاسة، وتونس أغلى من الحكومة، وتونس تأتي قبل الأحزاب وقبل الأشخاص. نعم، بعيدا عن احترام الصناديق، يعني كلنا نحترم الصندوق، البعض يقول الشعب التونسي ثار على نظام ثم أعاد إنتاجه من خلال الصناديق، صحيح؟ هذا غير صحيح، يعني القول بأن المنظومة القديمة عادت يعني هذا وضح لنا إياها، هل عادت؟ لم تعد؟ يعني في الحقيقة هناك موازين جديدة. نعم، هذه الموازين معناها قائمة على أرضية الدستور الجديد، وعلى أرضية القانون الانتخابي الجديد، وعلى أرضية انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. يعني المنظومة القديمة لها طرق كثيرة لتعيد الانتشار، وطرق كثيرة لتعود، ولكن ليس الصندوق أهمها، وليس الصندوق هو ربما الباب الذي تعود منه. يمكن أن تعود من باب الاغتيالات السياسية، يمكن أن تعود من باب تعويق عملية التنمية وعمل الحكومة، يمكن أن تعود يعني من باب بث الاضطرابات، يمكن أن تعود من باب معنى التشكيك في كل شيء. نحن نجحنا رغم هذه العراقيل. أولا نحن منعنا عودة المنظومة القديمة تلت فترة حكمنا، وتلت الفترة التي تلت حكم النهضة، فترة حكومة الكفاءات وحكومة التكنوكرات، وثم أيضا الآن النهضة هي الحزب الثاني والحزب الأول. نعتقد أنه ينبغي تنسيب الأمور، من الصعب أن ننسبه إلى المنظومة القديمة بكامله، هناك شق منه ينتسب ربما إلى الحزب الحاكم المنحل، معنى حزب التجمع، حزب بن علي المنحل، ولكن في كثير من آخرين مع يعني داخل الحزب نقابيين ويساريين ومستقلين، ثم أن حيازتهم على الترتيب الأول الفارق بينهم وبين النهضة يعني هو فارق ليس فارق كبير، بعض المقاعد فقط، والشعب لم يعطيهم سك على بياض، ولن يطلق يدهم في أن يتصرفوا في البلاد وفي مقدراتها وفي معناها يعني مستقبلها كما يشاءون، بل أن الرسالة التي فهموها جيدا أن الشعب منحهم ثقة، ومنح ثقة لمنافسيهم، وأنه يريد أن يرى الجميع يعني يعملون مع بعض لخدمة البلاد. البعض يقول أن خطابك التي ذكرت أو هذا الخطاب، الأدبيات التي استخدمت في سؤالي الذي يتحدث عن عودة النظام القديم،
ورغائبي، يعني أنتم في النهضة ترغبون أن يكون الأمر كذلك، لكن في أعماقكم قلقون من ذلك، صحيح؟ نحن قلقون لأن المنطقة مضطربة، ولأن بعد موجة التغييرات العميقة التي شهدتها، ويعني هي ربما كانت في اتجاه تحقيق الثورات وأهداف الثورات، جاءت ثورة، جاءت يعني موجة مضادة، استهداف الإسلام السياسي، جاءت هناك استهداف الإسلام، جاءت موجة مضادة يعني ليس فقط استهداف الإسلام السياسي بل استهداف الخيار الديمقراطي، استهداف الخيار الديمقراطي، واستهداف يعني معناها حق الجماهير العربية والشعوب العربية في أن تختار من يحكمها وتحاسب من يحكمها وتغير من يحكمها وأن تمارس حريتها بالكامل، وحقها أيضا في التنمية، وحقها في العدالة، وحقها في قلقون من هذه الموجة خارج الكرام. نحن على كل حال بقينا يعني واقفين وصامدين تجاه هذه الردة، بل أننا مضينا إلى الأمام مع بعضنا البعض، يعني مختلف الأطراف الوطنية، وبعد هذه الموجة نحن أنجزنا الدستور، وبعد هذه الموجة ذهبنا للانتخابات وأنجحنا الانتخابات. نعم. ونحن الآن مقبلون على هل أغرقتم في البراغماتية؟ البعض يصفكم أنكم أغرقتم، يعني صارت عندكم سيولة في الناحية البراغماتية على حساب المبادئ. في المرحلة الانتقالية اشتركتم مع الجميع، تخليتم عن الحكومة، هكذا يعني أنتم كنتم براغماتيين جدا 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 خوفا من نحن مبادئ. لم نتخلى عن أي مبدأ من نعم. من مبادئنا ولا أي ثابت من ثوابتنا، بل أن الدستور الذي أنجزناه يتضمن جملة من القيم الأساسية والمبادئ الأساسية، يعني هي تقريب المبادئ التي تجمع التونسيين والثوابت الوطنية والثوابت الدينية والثوابت الحضارية لتونس كلها مضمنة في الدستور، وهذا الدستور يعني على الجميع الآن احترامه، وعلينا تحويله إلى منظومة من التشريعات، وتحويله إلى مؤسسات، وتحويله إلى سلوك أيضا جديد، وإلى أسلوب جديد في الحكم. يعني ليس هناك ما يدعونا إلى أن نتخلى على أي مبدأ من مبادئنا، ونعتقد بأن مبادئنا أغلى من أي مصلحة ظرفية أو مصلحة آنية أو مصلحة فئوية. يعني هذا نطمئنكم بأننا سنظل يعني ملتزمين بمرجعيتنا وملتزمين بثوابتنا ومبادئنا، وأن تظل مصلحة يعني شعبنا يعني مقدمة على أي اعتبار آخر، اعتبار يعني ظرفي أو اعتبار مصلحي. نعم. الاغتيالات السياسية ذكرتها، يعني شهدنا سمعنا عن اغتيالات سياسية، من هو يقف وراءها؟ كيف وظفت؟ هل هي في مصلحة من على حساب من؟ ما الذي جرى؟ يعني أحيانا نسمع عنها نحن، لكن نريد أن نقرأها برؤيتكم. الاغتيالات السياسية رغم أنها محدودة في العدد ولكنها بالغة التأثير، وقد مثلت صدمة بالنسبة للتونسيين جميعا، ومثلت صدمة بالنسبة إلينا، ونحن حريصون على معرفة الحقيقة ومعرفة من يقف وراء هذا، لكن نتيجتها واضحة أن المستهدف من هذه الاغتيالات هو تجربة الترويكا الحاكمة، هي تجربة النهضة وحلفائها، وأن الذي أطلق الرصاصات لم يطلقها على أشخاص بقدر ما أراد إطلاقها على تجربة، وأراد إطلاقها على أطراف كانت تقود الخيار الثوري وتقود مسار الانتقال الديمقراطي، وكانت نتيجة ذلك يعني أن خرجنا من الحكومة، ولكن لم نعطي فرصة لمن مارسوا الاغتيال في أن يحققوا أهدافهم بإسقاط التجربة، إنما حصلنا التجربة من جديد، وسرعنا في نسق يعني المسار الدستوري والمسار الانتخابي، وأنجزنا الدستور والانتخابات في وقت معقول، وسفهنا أحلام ورغبات الذين يعني مارسوا هذه الاغتيالات. وسنظل صبت في مصلحة من بالأثناء الانتخابات الاغتيالات السياسية أضرت بكم أفادت؟ للأسف أنها معناها صبت مباشرة وجن على التوظيف السياسي، صبت مباشرة في مصلحة من لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون بالانتخابات ولا يؤمنون بالدولة ولا يؤمنون بالوطن ولا يؤمنون بالوفاق ولا يؤمنون معناها بالقطع مع الماضي ولا يؤمنون بأن تستقر البلاد وأن تزدهر، ولكن بتضامن التونسيين جميعا بوقوفهم معناها كلمة واحدة وجبهة واحدة ضد أي مظهر من مظاهر العنف المنظم وأي مظهر من مظاهر يعني العنف السياسي، يعني أمكن أن ننقذ الموقف ونحفظ التجربة معناها من هذه المؤامرات التي تصب في تقديري في مصلحة أعداء الثورة وليس في مصلحة الثورة ومناصريها والمؤمنين بها. نعم، اسمحنا نأخذ اتصال معنا الآن على الهاتف المحلل المختص في الشأن التونسي، الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ ركان السعيدي. مساء الخير أستاذ ركان. مساء الخير يا أخي عمر. يعني أنا بدي أروح معك لجزئية،
النهضة والانتخابات الرئاسية، كيف تقيم السلوك السياسي أو الحركة السياسية التي مارستها النهضة تجاه الانتخابات الرئاسية؟ ما كانش في هناك مرشح في الجولة الأولى، لم يكن هناك وضوح في الموقف، الجولة الثانية كان أيضا، يعني كيف تقيمها وأنت متابع للشأن التونسي؟ يعني أنا حقيقة ما كنت أتوقع من النهضة في ما يتعلق بانتخابات الرئاسة أن يكون هذا الموقف، لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية، وكنت أتوقع أن يكون هناك موقف واضح داعم لشريك تحمل ما تحمل من هذه الشراكة عندما كان هناك ما يسمى الترويكا. لذلك كان الموقف ربما الأكثر غرابة في المشهد التونسي هو موقف النهضة، ومع احترام وتقدير لحساباتهم السياسية، لكن رأيت موقف براغماتي لم يصب حقيقة في صالح الثورة بقدر ما استفاد منه الخصوم الدولة العميقة، واستفاد منه الفاعل الخارجي حقيقة في إعادة تشكيل المشهد التونسي جزئيا على الأقل بسياق وكأننا عدنا إلى مرحلة ما قبل الثورة، مرحلة بن علي، وإن كان بشكل مختلف. يمكن ربما كانت الملاحظة أكثر وضوحا على موقف النهضة لأسباب كثيرة. يعني أولا النهضة لم تحكم منفردة، حكمت في المرحلة الأولى خلال الفترة الانتقالية في سياق الترويكا مع أحزاب علمانية ويسارية، بمعنى أنها لم تستحوذ على الحكم ولم تتفرد فيه. حتى عندما حكمت أيضا يعني تنازلت في المرة الأولى عن حكومة حماد الجباني، ومن ثم تنازلت عن حكومة علي الريض، ومن ثم يعني لم ترشح رئيس للانتخابات. هذه المواقف تسجل لها، لكن كان يفترض أن يكون لدى النهضة قناعة ولدى الجميع قناعة أن هذه سلسلة التنازلات بما فيها الحياد التام، سواء كان حياد إيجابي أو حياد سلبي، هذا الحياد حقيقة يعني بتقديري نحت في مصداقية التكتيك السياسي اللي اتبعه حزب النهضة. كان يفترض أن يدفع بكل ثقل وخلف المنصف المرزوقي لإحداث حالة التوازن المطلوبة. يعني اليوم نداء تونس تسيطر على البرلمان وتسيطر على الحكومة، بمعنى أنه كان ممكن النهضة تساهم في حقيقة أن يكون على فدة الرئاسة لون سياسي آخر يمكن أن يحدث التوازن، وربما يكون بينه وبين الكتلة الأكبر بصف المعارضة إن بقيت النهضة في المعارضة تناغم، وبالتالي تحدث حالة التوازن. لكن اليوم إحنا المشهد حكم الحزب الواحد، حكم نداء تونس في رئاسة الحكومة وفي رئاسة الجمهورية وفي رئاسة البرلمان. هذا الأمر حقيقة ربما هو المأخذ الذي يؤخذ على أستاذ ركاب النهضة باعتبارها الحزب القوي الأكثر تنظيما، الأكثر جماهيرية والأكثر حضورا، والذي كان يعول عليه حقيقة. أستاذ ركاب، يعني بناء على ما قلت وباختصار شديد بعد إذنك الكريم، لو النهضة دعمت مباشرة المنصف المرزوقي باعتقادك أنه سيكون الآن في قصر قرطاج هكذا؟ باعتقادي أنه كان سيكون في هذا الموقع. لو كان هناك الدعم جهارا نهارا، لو كان، أنا على يقين أن هناك الكثير ربما من الناس ترددوا في تونس، حتى لو كانوا داخل التنظيم أو خارج التنظيم كانوا ترددوا في نتيجة غياب الموقف الواضح. لو حسم الأمر ربما كان الأمر ساهم حقيقة في نجاح وحفز آخرين للتصويت لصالح المرزوقي. لكن يعني، وهذا واضح الخلاف حتى كان داخل النهضة عندما استقال حماد الجباني من موقعه كأمين عام، عندما كان هناك جدل داخل مجلس الشورى، لكن وصلت الأمور إلى ما وصلت. أنا أتمنى حقيقة أن النهضة الآن على الأقل يعيد التوازن السياسي إلى المشهد التونسي، وأن لا يصطف مع الحكومة مع بأي ترتيب حكومي مع نداء تونس، وأن يحافظ على موقع المعارضة ويشكل حكومة. تراهم الأنسب يعني أن يبقوا في موقع المعارضة أستاذ ركان. طيب، أعتقد أن ذلك أفضل، ويعيد التوازن لهم في الشارع، ويعيد التوازن لهم حقيقة حتى عن أنصارهم في خارج تونس ممن يراقبون تجربتهم ويتمنون أن تنجح إلى أبعد حدود. وضحت أستاذ ركان، أنا بدي أشكرك الأستاذ ركان السعيدي المحلل المختص في الشأن التونسي والكاتب والمحلل السياسي الأردني. شكرا لك أستاذ ركان. شكرا، تحياتي. يعني ما طرحه الأستاذ ركان يحتاج لنقاش، بس نروح لفاصل قصير ثم نعود بعد ذلك. طبعا متابع ويحفظ شوارع تونس شارع شارع الأستاذ ركان، لكن بعد الفاصل نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا مع ضيفنا الكبير السيد العجمي الأوريمي. صح؟ الحمد لله لفظت صح. إذن نذهب إلى فاصل. Thank you.
صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية. تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. مدارس الحصاد التربوي، توسعة ومبان جديدة، الأولى في توظيف الآيباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية، الأولى في تحفيظ القرآن الكريم، الأولى على الوطن العربي في مسابقة الطريق إلى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتكس، تميز في البرنامجين الوطني والدولي IGCSE، شارع المطار خلف جامعة البتراء، هاتف 4358. الزيت زيتنا ذهب أصفر، وأردننا بذهب وبفخر، أعلى جود وأنقى زيت وأحسن منه ما لقيت، الزيت وزعتر من عيش ومحلى طعم ما لقيش، هاي القطرة النقية معاصر أبو عدية. أبو عدية هاي تلك وصلها لأولادي في الولايات المتحدة الأمريكية. أبشر. معاصر أبو عدية على أتم الاستعداد لتوصيل طلباتكم من زيت الزيتون البلدي وجبنة الفريدة الأصلية والجميد الكركي والسمنة البلقاوية للأهل في الولايات المتحدة الأمريكية. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. سيراميك وبورسلان، أطقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان، شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06-420-3951. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. مركز الباسقات للمنتجات الطبيعية، وأول مركز في الأردن يحتوي على كل ما تتمناه من منتجات طبيعية تحت سقف واحد بإشراف فني متميز، حيث تجدون فيه النباتات الطبية والزيوت العطرية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة من أرقى المنتجات المحلية والعالمية وبأسعار منافسة. مركز الباسقات له دور تثقيفي وريادي في نشر المعلومة والإرشادات الصحية والعلمية للجمهور فيما يتعلق بالطبيعة. الباسقات، رمز الطبيعة. شفا بدران، هاتف 510-568. مدارس أكاديمية الرواد الدولية، رسالتنا تقديم خدمة تربوية وتعليم متميز، أحدث الوسائل التقنية والأنشطة الفعالة في بيئة آمنة، إعداد جيل مؤمن ومبدع ومفكر نافع لنفسه ووطنه، 10 سنوات من العطاء والتميز. مدارس أكاديمية الرواد الدولية، رواد التغيير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكما أرحب بضيفي مرة أخرى الأستاذ العجمي الوريمي
ضيفنا عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية وعضو مجلس الشعب الحالي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. ربما الأستاذ ركان السعادة طرح يعني نقاشا حول قصة علاقتكم بالانتخابات الرئاسية، سواء أنكم لم تطرحوا مرشحا، ثم كان هناك مرحلة أولى لم تعلن بوضوح من ستدعمون، ربما بالمرحلة الثانية لما أصبح هناك السبسي والمرزوقي أصبحت الأمور يعني تحتاج ربما لموقف. هل كان هناك استراتيجية أم أنكم فوجئتم ترددتم؟ يعني كيف عالجت النهضة قصة الانتخابات الرئاسية؟ أولا هذه الانتخابات حسمت على مرحلتين. نعم صحيح. مرحلة أولى تنافس فيها 27 مترشحة. نعم. المرحلة الثانية بطبيعة الحال بقي مترشحان، يعني فاز أحدهما وانسحب أو يعني غادر الثاني. أن الانتخابات تكون على دورتين هذا شهادة في الديمقراطية لتونس. نعم. الدليل على التدافع السياسي. نعم. دليل بأن يعني هناك تنافس حقيقي وتعددية حقيقية، وأن ليس هناك زعيم أوحد أو زعيم ملهم، أو أن هناك شخص هو الذي سيمسك علينا السماء من السقوط. أو أشر على وعي التواني. وهذا دليل أيضا بأن الفارق بين المترشحين ليس فارق بين السماء والأرض، أو أن أحدهما سيبلغ بنا الجنة والآخر لقدر الله سيذهب بنا إلى يعني إلى الكوارث. فالضمانة هو الدستور، والضمانة هو الشعب، الضمانة هم الناخبون، وأن هناك توازن. والأخ أركان تحدث عن التوازن، هناك توازن من خلال النتائج. نعم. وعلى رئيس الجمهورية الجديد الذي أصبح رئيسا لكل التونسيين أن يأخذ في الاعتبار ليس فقط الأصوات التي منحته ثقتها والذين صوتوا له، بل أن يأخذ في الاعتبار الذين صوتوا لمنافسه، أن يكون رئيسا لهم جميعا، وأن يأخذ في الاعتبار شواغلهم وانتظاراتهم وتطلعاتهم، ومعناها يعني ما يأملونه خلال الفترة القادمة، وأن يوحد التونسيين لأن يقسمهم. ما الذي قامت به النهضة؟ النهضة على مراحل. أولا منعت إقصاء أي مرشح. كان في مشروع الدستور على رئيس الجمهورية أن لا يتجاوز سنه 75 سنة، وأزلنا هذا الحاجز، وهذا جعل الأستاذ بيجي قيد السبسي قادرا على الترشح. نعم. حين أنه كان يمكن أن يكون محروما من الترشح بسبب سني. عامل السن. أيضا رفعنا عامل الجنسية الثانية، وكان بعض المترشحين يمكن أن يحرموا أيضا من الترشح، منهم مرشح الأستاذ الدكتور محمد هاشم الحامدي صاحب قناة المستقلة المقيم بلندن والذي له جنسية بريطانية، كان يمكن أن يحرم من الترشح، فأزلنا أيضا عائق الجنسية. ثم في التزكيات، كل مترشح ينبغي أن يحوز على ثقة 10 نواب المجلس الوطني التأسيسي أو تزكية 10,000 من المواطنين التونسيين. وقد ساعدنا عدد من المترشحين بأن أذننا لإخواننا في المجلس الوطني التأسيسي أن يعطوهم أصواتهم في أثناء التزكية. نعم. فنحن عملنا على أن لا يتم، ساعدتم الجميع في هذه المرحلة. نعم. أن لا يتم عرقلة أي مترشح. ثم تقدمنا بمبادرة أسميناها مبادرة الرئيس التوافقي، قلنا تعالوا نبحث عن مرشح توافقي مع الحفاظ على التنافسية بين المترشحين، نرشد الاختيار. إذا توصلنا إلى أن مجموعة أحزاب اتفقت على مرشح يكون هو مرشح الوفاق، فندعم هذا المرشح. هذه الفكرة تم التفاعل معها، ولكنها يعني لم تنجح، وأصر الجميع على أن يبقوا في ميدان التنافس في السباق. فيما بعد اتخذنا موقف الحياد. موقف الحياد أيضا استفاد منه، إن لم أقول كل المترشحين أقول عدد لا بأس به من المترشحين، لأن أصوات النهضة وزعت عليهم. صحيح أن فيهم من نال يعني نصيب الأسد من أصوات أبناء النهضة، وهذا ما جعلنا أمام دور ثاني فيه الرئيس منصف مرزوقي الرئيس المباشر. نعم. ومنافسه الأستاذ بيجي قايد السبسي في الدور الثاني. وبعد أن لاحظنا في الدور الأول أن هناك توتر على مستوى الخطاب وتشنج وتحريك للنعرات الجهوية والعشائرية والقبلية، واللعب على عنصر أن هؤلاء من الجنوب وهؤلاء من الشمال وهؤلاء كذا، يعني دعونا إلى التهدئة. ثم كنا صارمين أكثر في موضوع الحياد، وقد استفاد المترشحان، استفاد البيجي قايد السبسي ببعض الأصوات التي ذهبت إليه من ناخبي النهضة، أو ببعض الذين وضعوا ورقة بيضاء، أو بعض الذين لم يذهبوا حتى للتصويت أصلا، رغم أننا دعونا الجميع إلى الإقبال بكثافة على الصناديق. واستفاد المترشح الثاني دكتور مصطفى مرزوقي
بأصوات يعني قسم من ناخبي النهضة، وإلا لكانت ربما الفارق الفجوة بين المترشحين فارق كبير. نعتقد بأن موقفنا يعني ونحن الذين لم نقدم مرشح رسمي في الانتخابات ساهم في أن جعل هذه العملية تنافسية، ولكنها لم تتحول إلى تقاتل على السلطة ولا صراع على السلطة. ونحن لم نشهد في بلادنا في الحقيقة صراع حقيقي على السلطة ربما إلا في هذه المناسبة. حتى الانتخابات التشريعية لا يرى الناس في أنها صراع فعلي وحقيقي على السلطة. إنما صراع على الرئاسة هذا فعلا هو، رغم أن الدستور يعني يقلص من صلاحية رئيس الجمهورية، لكن السلطة مجسدة في رئيس الجمهورية، والصراع حولها يمكن أن يتحول لا قدر الله إلى انقسام أو إلى فتنة أو إلى تقاتل أو إلى حرب أهلية أو إلى عنف، وهذا ما أردنا تفاديه. حتى تدرب التونسيون شيئا فشيئا ونتعود على التنافس الانتخابي. فالخيار النهضة هذا بالنسبة للتوانسة، بالنسبة لكم كأنكم يعني وضعتم جميلا عند هذا وهذا، صحيح؟ هو نحن علاقتنا طيبة مع الاثنين. هل كانت الاستراتيجية كانت هكذا؟ هذا خيارنا، هذا خيارنا، وهذا موقف مؤسساتنا، هذا موقف مجلس الشورى. مجلس الشورى رأى أن تقف النهضة على الحياد، أن لا تنحاز لمرشح من المرشحين، وأن تترك حرية الاختيار للناخبين، وأن تشجع الناس على الإقبال على صندوق الاقتراع، وأن يكون فقط الحكم هو ضميرهم في الخلوة عند لحظة وضع الورقة. وهذه النتيجة بطبيعة الحال تعبر عن المجتمع التونسي، والناخبون النهضويون أو القريبين من النهضة أو ناخبي النهضة يعني هم جزء من 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 الكتلة الناخبة في تونس. وبالتالي النتيجة تعبر عن المجتمع التونسي وعن الاتجاه العام في المجتمع التونسي. علاقتنا بالمترشحين الاثنين طيبة، وقلنا قبل صدور النتائج وقبل الدور الثاني سنعمل ونتعاون مع أي من الفائزين. البعض يقول ويسجل لكم وليس عليكم أن نسبة 54-46 هكذا تقريبا الفائز من المترشحين. سنتعاون مع الفائز من المترشحين. دعنا نتحدث عن هذه النسبة. الأكثرية هنا والأقلية كأنكم يعني ساهمتم في صناعة هذا التوازن. هذا يشعر حتى الفائز أن هناك كتلة كبيرة أيضا لابد أن تقدر. كأنكم هنا وجهتم رسائل بالحفاظ على التجربة الديمقراطية وتداول السلطة. النسبة كانت مريحة لنا هنا في عمان، شعرنا بأن التجربة هنا نحن لا نحب النتائج الساحقة، اعتدنا عليها. وأنت تعرف هذه النتيجة أنتم أدرتموها بطريقة أو بأخرى، وهذا كانت لمصلحة تونس، يقال أنها لكم هذه النقطة، صحيح؟ هي أحيانا تكون الصعوبة في البدايات، أحيانا تكون الصعوبة في الخواتيم. نحن شعرنا بأن الخاتمة قد لا تكون يعني مفرحة، وقد لا تكون خاتمة طيبة. ولهذا كنا فعلا حريصين على أن تتم كأفضل ما يكون، وأن تتوج هذه التجربة بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأن يختار التونسيون يعني رئيسهم في أجواء يعني من التنافس النزيه، وليس في أجواء التقاتل أو أجواء التحارب. وبالتالي معنا حرصنا على التهدئة قدر الإمكان، وهذه بطبيعة الحال هي مسؤوليتنا ومسؤولية الجميع. وبالتالي دعونا مرات عديدة إلى التهدئة، وحتى بعد إعلان النتائج دعونا إلى التعجيل، معناها بتهنئة الفائز وتهنئة أيضا حتى من جاء ثانيا في الترتيب، لأنه أيضا حاز على ثقة عدد لا بأس به من التونسيين. وأن تلك سنة الحياة، وتلك هي قواعد الديمقراطية، وذاك هو مقتضيات التداول على الحكم، وأن معناها الفائز يعني الآن أصبح رئيسا لكل التونسيين، والمنسحب أمامه طريق مفتوح لكي يعني يتدارك في المستقبل، وكي يسهم في إيجاد التوازن السياسي في البلاد، ويسهم على الأطراف الأخرى في أن يعني يستمر نجاح هذه التجربة. أعتقد بأننا تصرفنا بما يملي علينا يعني واجبنا وما قدرنا، لكنكم ارتحتم أن فيه مصلحة البلاد أن تكون بهذه القرب، صحيح؟ نحن مرتاحين أن تونس هي التي نجحت، وأن الديمقراطية هي التي نجحت، وأن مسار الانتقال الديمقراطي تواصل، وأنه لم يتعثر في آخر المطاف، بل الآن الطريق مفتوحة لربما إنجازات أخرى في نفس الاتجاه نحو ترسيخ هذه التجربة وترسيخ هذا الخيار في بلادنا. جميل. الأستاذ ركان ربما أسدى نصيحة سريعة، قال أنصحكم أن تبقوا في المعارضة
المشاركة في الحكومة، هل هناك موقف محدد أم أنكم لازلتم في، لو عرض عليكم المشاركة؟ نحن قبل الانتخابات قلنا أننا مع حكومة وحدة وطنية. نعم. يعني لو كنا نحن الحزب الأول وكان يعني مطروح علينا تشكيل الحكومة كنا سنحكم مع غيرنا وليس بمفردنا. مع غيركم كل الأطراف. أما الآن ونحن في الترتيب الثاني، فإذا كان هناك عرض منبني بطبيعة الحال على رؤية للحكم وعرض يعني للمشاركة لشراكة فعلية وبغاية تحقيق مصلحة البلاد وعلى أساس برنامج ائتلافي، برنامج يعني حكم يعني التشاركي، سندرس الموضوع وقد نقبل بالمشاركة. نعم. وإذا لم يكن هناك يعني هذا التوجه فمكاننا الطبيعي سيكون المعارضة، وسنكون معارضة جادة ومسؤولة ومعارضة تؤدي يعني دورها لتحقيق التوازن ولممارسة ما يطرح على المعارضة من رقابة ومن نقد ومن مساءلة ومن يعني هل هناك بوادر عرض إلى يعني إلى الأخطاء؟ هل هناك ترون أن يعني نداء تونسي عرض عليكم شيء؟ هل هناك في قطع أنتم تفهمون الآخر؟ هم من ناحية التعبير عن النوايا عبروا أنهم لا يريدون أن يحكموا بمفردهم. نعم. وأنهم يفهمون رسالة الناخبين، أن الناخبين لم يعطوهم صك على بياض ولا يريدونهم أن ينفردوا بالحكم أو أن يهيمنوا على الحكم، هذا ما عبروا عنه علنية. ثم هم قالوا أنهم يعني يعتبرون أن النهضة طرف أساسي في البلاد ولا يمكن تخطي النهضة أو تجاهلها، وعبروا أنهم ضد الإقصاء. هذه كلها نتائجها المنطقية تقول بأن النهضة سيكون لها يعني موقع في الحكومة القادمة، لكن التفاصيل لم يتم الدخول في التفاصيل. وبدأ الحزب ذات تونس الآن المشاورات مع بعض الأطراف، وربما يكون فيه من يعني حسب الإجراء الدستوري السبسي يكلف رئيس حكومة من نداء تونس هكذا. هو الآن يعني الدستوري كيف هو؟ ستعلن الهيئة المستقلة عن نتائج نهائية الانتخابات، سيذهب رئيس الجمهورية سيدعى إلى مجلس نواب الشعب لأداء اليمين، ثم سيتم يعني نقل السلطة يعني تسليم السلطة من الرئيس المتخلي سيد مصطفى مرزوقي إلى سيد بيجي قايد السبسي. ثم فيما بعد يعني الحزب الأول يعني سيقدم مرشحه لرئاسة الحكومة، وبالتالي يعني حزب نداء تونس سيقدم مرشحه إلى رئيس الجمهورية الجديد الأستاذ بيجي قايد السبسي الذي لم يعد رئيسا لنداء تونس، سيتخلى عن رئاسة نداء تونس لأنه بمقتضى الدستور رئيس الجمهورية لا يكون رئيسا لحزب من الأحزاب. فخلال الأيام القليلة القادمة سنعرف هوية رئيس الحكومة الجديد وتبدأ مشاورات تشكيل الحكومة. نعم. النهضة من الداخل الآن منذ بداية الثورة هل حدثت، هل أبقيتم متماسكين؟ في النهاية ما سمعنا عن استقالة الجبالي إلى آخره، لو أردت أن تستعرض معي منذ بداية الثورة، منذ يعني أن قام المرحوم البوعزيزي بحرق نفسه إلى اليوم، هل النهضة متماسكة؟ هل حدثت انشقاقات؟ هل هي في المركز؟ هل هي في الأطراف؟ كيف أدرتم الداخل والخلافات في الداخل؟ النهضة حركة مؤسسات. نعم. وحركة تمارس الشورى، وهي حركة فيها تنوع، وحركة كبيرة منتشرة فيه، وحركة عريقة لها الآن يعني من عمرها 4 عقود، ولها تجربة كبيرة، تجربة في العمل السياسي، تجربة في النضال، تجربة يعني خبرة سياسية طويلة، ثم لها الآن تجربة في الحكم، وهي متعودة على إدارة الاختلافات في داخلها. استقالة سيد حمادي جبالي لا تدخل في إطار ما يمكن نسميه خلافات داخل النهضة. سيد حمادي جبالي هو كان رئيسا للحكومة وكان أمينا عاما للحركة، بعد يعني التقديم إلى استقالته من رئاسة الحكومة عاد إلى الحركة، ولكن لم يعد يرى أن دور الأمين العام يعني يتناسب مع وضعه الجديد، لأن الأمين العام في حركتنا يهتم بالتفاصيل، يتابع نشاط الداخل للحركة، يتابع يعني هياكلها ومكاتبها وأعمالها، وهذا نعتقد بأن سيد حمادي جبالي وهو أيضا على ما يبدو يرى نفس الشيء، أن يمكن أن يكون له دور بحكم علاقاته الواسعة ويعني إشعاعه الوطني وحتى معناها خارج البلاد، معناها موقعه في الساحة الوطنية. نعم. يجعله يعني لا يرى نفسه داخل إطار الحزبي وداخل المساحة الحزبية، كأن نعم. المساحة الحزبية لم تعد تتناسب مع وضعه الجديد، ولهذا منذ خروجه من الحكومة
هو يعني لم يعد موجود في الهياكل القيادية إلا يعني من اسميا أو رمزيا، ثم فيما بعد تقدم بطلب إعفائه من الأمانة العامة وأعفي من الأمانة العامة، والآن يعني يريد فك الارتباط مع الحركة لكي يأخذ حريته الكاملة فيما اعتبره هو أن هناك مجموعة من القيم يريد أن يدافع عنها، وهي أهداف الثورة وحماية الدستور وحماية الحريات والوقوف في وجه من يريد ربما أن يعود بالبلاد إلى الوراء أو يريد أن يعيد المنظومة القديمة. هذا التزام شخصي منه، يعني قد يتحول إلى برنامج ربما يشرك فيه أناس آخرين، قد يتحول إلى عمل جماعي أو عمل حزبي أو عمل في إطار ربما مجموعة أخرى. على كل حال هو لم يفصل برنامجه، يعني لم يقدم تفاصيل حول برنامجه المستقبلي، لكن الظاهر أنه لا يرى مكانه ضمن الإطار الحزبي. هذا قرار شخصي أم متفق عليه؟ هو قرار شخصي، ونحن يعني لدينا رغبة قوية في أن يبقى داخل الحركة، وسنكلف لجنة للاتصال به ونطلب منه أن يبقى ضمن هياكل الحركة. وإذا رأى هو يعني ليست هذه تكتيك من النهضة؟ لا ليس حتى لو تكتك لم تقول لي يعني النهضة لا يمكن أن تكتك بأمينها العام، فلنرى أمينها العام يكون في ضمن هيكلها القيادية، ونحن مقبلون على المؤتمر العاشر للحركة خلال النصف الثاني من عام من هذه العام 2015، وبالتالي نرى بودنا لو تكون كل قيادات الحركة وخاصة القيادات التاريخية موجودة في المؤتمر تدافع عن وجهة نظرها ومقارباتها ورؤاها وتأخذ وضعها يعني في داخل مؤسسات الحركة. جميل. تحدثت عن المال السياسي، أنت ذكرت كلمة المال السياسي، وأنا سأذهب تونس ليست استثناء، يعني هناك عوامل خارجية أثرت على جميع بلاد الربيع العربي، هناك دول عربية وعواصم عربية استهدفت دول الربيع العربي، استهدفت التغيير، استهدفت الديمقراطية، تداول السلطة، الإسلام السياسي، كل هذه العناوين. تونس مستهدفة، يستهدفونها، ترونه في الشارع، ترونه رأي العين، تخشون أنه هو يعني قد يؤثر على التجربة. يعني أريد أن كيف تفهم النهضة هذه الضغوطات في الخارج بعدما جرى في الدول العربية تحديدا في مصر؟ أنت إعلامي وسؤالك تضمن إجابة، وقلت تقريبا كل شيء في سؤالك. كما تريد. يعني في الحقيقة نحن علاقتنا نريدها أن تكون ودية مع الجميع، وحتى ثورة تونسية لم تأتي يعني لم تستهدف أحدا ولم تعادي أحدا. صحيح. ولم تكن ثورة للتصدير، بل كانت هي يعني جاءت ضمن السياق التونسي وحل لمشكلات التونسية، ونحن ضمن محيط نؤثر به نتأثر به ونؤثر فيه. يعني ليس لدينا تجاه الأشقاء والأصدقاء ومعناها الشركاء إلا المودة، ونريد تعميق وتطوير وتوسيع وتمتين العلاقات معهم. إذا لم يبادلونا هذه الرغبة وهذه الإرادة وهذا الخيار وهذا التوجه، بطبيعة الحال نحن لدينا غيرة على تجربتنا وعلى كياننا الوطني وعلى بلادنا وعلى سيادة معناها دولتنا وعلى استقلالية قرارنا وعلى حفظ هذه التجربة، ونعتقد بأن الأطراف الوطنية كلها واعية بذلك، ولا نتصور بأن أي منها سيكون يعني أداة أو يعني عجلة خامسة أو طيعا لأي قوة إقليمية أو دولية لكي ينفذ أجندتها، ولكن بصفة عامة نعلم أن التدخل الخارجي لا يدخل إلا على خط الاختلافات إلا إذا كانت هذه الاختلافات موجودة، ونحن الذين نعطي الفرصة لمن يريد أن يتدخل كي يتدخل. أما إذا كنا متفقين على الخيارات الكبرى وعلى أن لدينا مشروع وطني مستقبلي لكل فيه حظ ولكل فيه مكان، وليس هناك إقصاء وليس هناك يعني استبعاد أو استثناء لأي طرف، ونتنافس معناها مع بعض لخدمة مصلحة البلاد، يعني نمنع أي جهة من أن تؤثر في مسارنا. سنمنع، كيف ستمنعون؟ بوحدتنا الداخلية. نعم. بوحدتنا الوطنية، بجبهة داخلية، ثورة جديدة معناها صماء، وبمواصلة ثورتنا طبعا. نعم. نحن في الدستور، الفصل السابع من الدستور أو الباب السابع من الدستور يتعلق بالسلطة المحلية،
وهو قائم على مبدأ اللامركزية وعلى ما نسميه بالديمقراطية التشاركية. هذا الدستور في حد ذاته سيحدث ثورة ثانية، لأن سيجعل السلطات المحلية منتخبة، والمواطنين بإمكانهم أن يوجدوا الآليات التي من خلالها يعبرون عن إرادتهم وعن مقترحاتهم، وتصبح مشاريع التنمية تتقرر من القاعدة وليس من القمة، وكذلك موازنتها وأيضا مراقبة تنفيذ هذه المشاريع والمحاسبة على الإنجاز وعلى التنفيذ. هذا لو أننا نلتزم بمقتضى الدستور ستحصل هذه الثورة الثانية. فالثورة الثانية ستكون ثورة ثقافية وستكون ثورة يعني دستورية، ولن تكون يعني ثورة ضد الثورة الأولى، إنما ستكون استكمال لما بدأناه، ونحن نتهيأ لذلك، وعلينا أن نخدم بلدنا معناها ضمن الإطار الذي يسمح به الدستور. اسمح لنا نأخذ هذا الاتصال أيضا بعد إذنك. معنا على الهاتف الدكتور أحمد سعيد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك. مساء الخير دكتور أحمد. علونا صوت الدكتور أحمد، زمان ما سمعنا صوت الطيب. مساء الخير دكتور أحمد. شباب أنا مش سامع الصوت منيح. دكتور أحمد يا أخوي غير لي محلك. طيب صوت واضح؟ أصبح واضح. مساء الخير دكتور أحمد. دكتور أحمد، لو أردنا أن نصحح نقيم هذه العبارة، الثورة التونسية تجاوزت عنق الزجاجة، صحيح؟ إلى حد كبير صحيح. نعم. يعني هل ترى أن الثورة التونسية حققت أهدافها وأنها بخير وأنها أصبحت محصنة من أي استهداف هكذا؟ يعني خلينا نقيمها بصورة سريعة. لا، بالواقع يعني كنا نتمنى ذلك، لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نقول قد مرت كل أزمات. يعني بمعنى يعني الثورة المضادة وأنصار الرئيس السابق حقيقة ما زالوا من الممكن أن يعملوا من أجل وضع عقبات أمام يعني فشل هذه التجربة الرائدة. لكن في نفس الوقت أنا أعتقد بأنه الوعي الشعب التونسي وقياداته السياسية لحد كبير حقيقة هي ساهمت يعني من أجل الانطلاق نحو الأفضل. وعلى الرغم من أن يعني لا أعتقد أن من الممكن القول بأن يعني الثورة المضادة قد استسلمت وألقت بسلاحها بعد أن نجحت الانتخابات الأخيرة، وإن كانت هذه الانتخابات لم تكن متوقعة، ومع ذلك أنا أعتقد بأن تونس تسير نحو الأفضل، وهذا يعني بشكل واضح لا بد من التركيز على أساس أن حزب النهضة لعب دور كبير في الوصول إلى ما وصلت إليه تونس، ونأمل أن تنتقل هذه التجربة الرائدة في تونس لدول عربية أخرى، لأن يعني هذه التجربة لولا وعي حزب النهضة ولولا يعني وعي قيادات سياسية شاركت بالثورة ضد النظام السابق لما كان من الممكن أن تصل إلى ما وصلت. يعني أفهم منك دكتور أحمد أن الإسلام السياسي في تونس كان أكثر حنكة، أكثر براعة، أكثر دقة، أكثر مرونة، يعني ما الفارق بين الإسلام السياسي في تونس وغيره؟ ملامح هذا الإسلام السياسي الذي نجح والذي امتدحته. أنا أعتقد أخي الكريم أن يعني حزب النهضة بالذات قد استوعب التجارب الأخرى وبالذات التجربة المصرية، وكان هناك في وعي في مصر لتجاوز الأزمة داخل مصر، لكن الثورة المضادة في مصر كانت أكبر بكثير من أي تصرف من الممكن أن يقوم به الإسلام السياسي ورئيس مرسي والإخوان المسلمين في مصر. لكن في نفس الوقت تلك التجربة القاسية على التي مرت بها مصر حقيقة ممكن أن نقول بأن حزب النهضة قد تجاوزها، قد يعني لعب يعني فهم المؤامرة، وبالتالي أراد يعني دعونا نقول بأنه تراجع إلى الخلف قليلا من أجل أن تستمر الثورة، وإن كانت هناك يعني هذا التراجع ليس بالضرورة أن كل قواعد حزب النهضة قد وافقت عليه، لكن مع ذلك هو نحو الأفضل، لأنه لو حتى إزالة هذا الوهم أمام الرأي العام الذي قيل بأن الإخوان المسلمين أو الإسلام يريدون أن يستفردوا بالسلطة في الدول العربية بعد الربيع العربي، هذا أكبر إثبات على أساس أن هذا غير صحيح. وأن التجربة التونسية أثبتت بأن من الممكن أن تراجع الإسلام السياسي من أجل مصلحة تونسية، وإن كان بشكل مؤقت، يعني ليس بالضرورة أن يستمر ذلك في المستقبل، يعني الانتخابات القادمة من الممكن أن تتغير المعادلة السياسية والمشهد السياسي بكامله. صحيح. لكن
في الواقع يعني في المستقبل ليس بالضرورة أن يأتي أعداء الثورة التونسية وأعداء الإسلام السياسي لكي يحاولوا أن يضخوا للرائد الإعلام في الدول العربية بأن الإسلام السياسي ما زال يريد أن يستفرد بالسلطة لوحده، بل بالعكس الآن هذا إثبات على أساس أن الإسلام السياسي لا يريد أن يستفرد بالسلطة بل تنازل عنها لصالح الآخرين. نعم، لقد بددتها نهضة تونس. أشكرك الدكتور أحمد سعيد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة يرموك، شكرا لك دكتور أحمد. أهلا يعني مع السلامة. حياك الله. أعود لك السيد العجمي، يعني تيكاوي يعني وأثناء الثورة وجدلكم وحكمكم والمرحلة الانتقالية، مصر ثورة ثم بعد ذلك انقلاب ثم تغير، هل استفدتم من هذه التجارب بسرعة؟ التقطتم يعني دقة اللحظة؟ البعض يقول أنكم أذكياء، يعني فهمتم ما الذي يجري، العاصفة التي تأتي من هنا وهناك بأمانة، يعني نحن حريصين أن نفهم يعني كيف استفدتم من ذلك. أحيي الدكتور أحمد سعيد نوفل على ثقته التي وضعها في النهضة وفي التجربة التونسية وتفاؤله يعني بمستقبل هذه التجربة. لو أخذنا الانتخابات الأخيرة، الانتخابات الأخيرة صحيح النهضة لم تقدم مرشح للانتخابات الرئاسية وترشحت في الانتخابات التشريعية. هذه الانتخابات الدور الأول ترشح فيه 27 مترشحا، خمسة أو ستة منهم هم من وزراء بن علي، وأحدهم كان أمينا عاما للحزب، وأحدهم كان وزيرا للخارجية ووزيرا للدفاع. نعم. لهم أحزاب، يرأسون أحزاب، وهذه الأحزاب منها من كان ممثلا في المجلس الوطني التأسيسي. جميل. ولم يحوزوا على نسبة يعني تؤهلهم للترشح للدور الثاني، بل كانت نسبتهم ضعيفة وضعيفة جدا، بما يدل بأن التونسيين يميزون ولا يمكن أن يعطوا يعني مستقبل أبنائهم ومستقبلهم إلى أطراف يعني قد يكون عندها حنين من الماضي، أو أنها قد تحكم البلاد بأسلوب الماضي، أو تتحرك ضمن شبكة المنظومة القديمة أو الدولة العميقة. فالزخم الثوري لا يزال مستمرا في تونس ولا يزال قائما، وبالتالي هذه هي ضمانة بالنسبة للمستقبل في أن التجربة إن شاء الله ستستمر. ما حدث في مصر أو غيرها بالتأكيد كان له تأثير مباشر على الأوضاع في تونس. نعم صحيح. هناك من دعا إلى تطبيق السيناريو المصري في تونس، وحصلت حركة تمرد في تونس مثل حركة تمرد في مصر. صحيح. هناك من طالب الجيش بالتدخل وافتكاك السلطة، هناك من طالب بحل المجلس الوطني التأسيسي، وهناك من طالب يعني بالاستيلاء على مؤسسات الحكم. نعم. عن طريق معناها انتفاضة شعبية وعن طريق ثورة أخرى. وما قامت به حكومة الترويكا أنذاك وعلى رأسها النهضة هو أنها ضمنت حرية الاحتجاج وحرية التعبير، وتكفل وزير الداخلية وتعهد بأن يحمي الاحتجاجات، وظلت الاحتجاجات أسابيع متتالية والتحشيد تواصل لمدة أسابيع، ولكن الجيش لم ينسق مع دعوات الانقلاب. جميل. والمؤسسة الأمنية ظلت يعني ملتزمة بالشرعية، بل طالبت الأمنيون والعسكريون طلبوا من السياسيين أن يحلوا مشكلتهم، وقالوا لهم دعونا نحن نؤدي واجبنا ونقوم بمهمتنا التي يخولها لنا الدستور ضمن المؤسسات الدستورية، وأنتم حلوا مشكلتكم كسياسيين وابحثوا عما يجمع وابحثوا عن التوافقات وأرجعوا الكرة إلى السياسيين. هذا يدل على أن في تونس هناك التزام بهذا الخيار، وهذا الالتزام ليس فقط من الأحزاب وليس فقط من الشخصيات الحزبية أو الشخصيات السياسية، بل التزام وطني والتزام من الدولة والتزام من مؤسسات وأجهزة الدولة أنها تريد لتونس أن تقطع مع الماضي وأن تخطو خطوات أخرى باتجاه المستقبل عن طريق الخيار الديمقراطي وعن طريق الاختيار الشعبي. نحن كلنا مدينون لجيشنا الوطني الذي انحاز إلى الثورة وانحاز إلى الشعب ورفض إطلاق الرصاص ورفض قتل المتظاهرين ورفض قتل شباب الثورة، وأيضا معناها كلنا مدينون لقواتنا الأمنية التي انحازت إلى الشعب وتبرأت من دماء الشهداء وقالت نحن مع الشعب ولسنا ضد مع الاستبداد، وعبر الاستعداد للقيام بالإصلاحات المطلوبة وتغيير العقيدة الأمنية وتكوين معناها الضباط والأعوان حتى يكونوا
ملتزمين بالقانون وبحقوق الإنسان وبالحياد وعدم التدخل في السياسة وبالحياد تجاه التجارة. الدستور كفي لذلك؟ نعم الدستور يؤكد يعني على ذلك. حميتهم الجيش والأجهزة الأمنية من أن يتبها أحدهم. الدستور يؤكد على ذلك وينص عليه صراحة ومعناها بشكل لا لبس فيه، ونوقشت هذه البنود مع المعنيين بالأمر، وكان للنقابات الأمنية رأيها في ذلك، وكان للمؤسسة العسكرية رأيها في ذلك، وكان لوزارة الدفاع رأيها في الموضوع. فكل المعنيين كان لهم كلمة في كل ما يخص الجانب الذي يتعلق بهم في الدستور. وربما هذا فأقول أن هذا الخيار اليوم الخيار الديمقراطي، خيار الانتقال الديمقراطي في البلاد، خيار الالتزام بأهداف الثورة، خيار القطع مع الماضي، هو التزام وطني، التزام من الجميع، التزام من الدولة ومؤسساتها، والتزام من الأحزاب، والتزام من المجتمع المدني، والالتزام من الشباب ومختلف الأجيال. يعني الوضع التونسي ربما ليس بتلك الثنائية البسيطة، أنه ثورة مضادة وثورة وثورة مضادة زاحفة وثورة يعني منسحبة ومنكسرة ويعني يعني في حالة جذر. لا، الخيار الديمقراطي والخيار جميل. وخيار الالتزام يعني أنت لا يزال قائم مستمر، وهناك زخم شعبي وزخم ثوري لا يمكن يقف وراء هذا الخيار الديمقراطي. نعم. نعم يعني هذا يطمئننا. الآن حتى نطمئن أكثر أريد أن أسألك عن الواقع الاقتصادي، الملف الاقتصادي التونسي، كيف هو الاقتصاد، الوضع الاقتصادي في تونس، كيف هي الأمور؟ نعم. طب يعني نريد أحسنت بأن أثرت هذا الموضوع لأن هذا هو فعلا التحدي القادم. هذا باعتقادي التحدي للجميع. هذا هو التحدي القادم ويتفرع منه التحديات الأخرى. نعم. التحدي الاقتصادي الاجتماعي هو التحدي الأساسي، تحدي التنموي هو التحدي الأساسي. صحيح. ويتفرع منه التحدي الأمني. لأن مشاكل العنف ومشاكل التهريب ومشاكل التشدد هذه كلها يعني متفرعة عن جميل. التحدي التنموي والتحدي الاقتصادي والتحدي الاجتماعي، وهذا سيكون أولوية للحكومة القادمة، سواء كنا في المعارضة كنا في الحكومة. سندفع باتجاه أن يكون هذا هو الأولوية في المرحلة القادمة، وأن تبرهن الحكومة خلال 100 يوم الأولى أنها قادرة على اتخاذ إجراءات يعني جريئة وقوية باتجاه يعني إعادة الأمل وباتجاه فتح الأفاق وباتجاه يعني الإقناع الجميع بضرورة الانخراط في معناها المجهود الوطني، سواء كان للمقاومة البطالة أو سواء كان تحسين الأوضاع المعيشية أو سواء كان التحكم في الأسعار أو تحقيق الموازنات المالية أو إنجاح التنمية في الجهات المحرومة. هذا سنعمل مع الآخرين، أكنا في المعارضة أم كنا في الحكومة، على أن يكون هو أولوية المرحلة القادمة، وببرنامج واقعي عملي قابل للتطبيق وبمؤشرات يعني واضحة. وفي الحقيقة هو البرامج موجودة. نعم. الاستقرار السياسي الآن بدأ يأخذ مجرى، يعني هو بداية كل شيء الاستقرار السياسي. استقرت تونس سياسيا الآن. هناك وضوح في الرؤية والمؤسسات، يعني استكمال المؤسسات المنتخبة، معناها مجلس نواب شعب منتخب، حكومة منتخبة ستطلب الثقة خلال الفترة القادمة، رئيس جمهورية منتخب سيؤدي اليمين ويعني يبدأ ممارسة يعني السلطات وصلاحياته. تقريبا استكملنا هذا البناء، ما زال أمامنا شيء آخر طبعا الفترة القادمة، مراجعة المنظومة التشريعية، منظومة القوانين المنبنية على الدستور السابق، لابد أن تكون معناها يعني منسجمة ومتطابقة ومتناسبة مع الدستور الجديد. هناك أشياء عمل كبير سيكون أمام المجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة، وهذا بدون شك حتى تتحقق الأهداف الوطنية كلها، سواء كانت هذه الأهداف اقتصادية اجتماعية تنموية أو الإصلاحات في مختلف المجالات كما ذكرنا سابقا، مجال التعليم والإعلام والأمن والقضاء والإدارة. نعم. برنامجكم الاجتماعي كحزب النهضة هل واجه مشكلة مع المجتمع التونسي؟ هل طورتم عليه؟ هل عدلتم عليه أثناء الثورة؟ هي حركة النهضة، قصة المرأة وقصة حركة النهضة، حركة حركة إسلامية، مرجعيتها إسلامية، ولكنها حركة يعني منبتها تونسي، ويعني مجال عملها واهتمامها هو تونسي، وبالتالي ليست غريبة عن المجتمع التونسي، هي تعبير عن هذا المجتمع، تعبير عن ربما عن روحه، عن تطلعاته، عن أحلامه، عن كل ما هو عميق في المجتمع هو يجد تعبيره في الحركة الإسلامية وفي حركة النهضة تحديدا. هناك من أراد ربما التخويف من النهضة ومن مشروعها،
خاصة في ما له علاقة بالالتزام بالحريات وحقوق الإنسان أي الديمقراطية، أو ما يتعلق بالمرأة وحقوقها وما إلى ذلك. وأنا أقول لك، أنا خذت حملة انتخابية خلال الانتخابات النيابية هذه، المنافسين أحدا منهم لم يقل بأن النهضة تمثل تهديدا لحقوق المرأة ومكتسباتها، وأنها ستعيد المرأة إلى المنزل أو ستمنعها من العمل أو ستمنعها من التعليم أو من ممارسة أي حق من تجاوزتموها حقوقها، لأن لا أحد يصدق هذا. نعم. حين أن في الانتخابات السابقة، انتخابات 2011 أو حتى انتخابات 89 التي شاركنا فيها وزيفها نظام بن علي، يعني كان كل التركيز حول هذا، احذروا فهي خطر على المرأة، فهي خطر على النساء، ولكن الآن لا أحد يصدق هذا، لأن الدستور الجديد والذي ضمن هذه الحقوق وعززها شارك في صياغته النساء اللاتي يمثلن النهضة في المجلس الوطني التأسيسي. فهنا المدافعات والمحاميات اللاتي دفعنا ببسالة نجحتم على بذلك. على حقوق نجحتم بذلك نجح. وكيف لا تنجحون ومعكم الشيخ راشد الغنوشي في هذا المسألة؟ هل بالغتم في قصة المسامحة اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ هل بالغتم؟ يعني تتحدث عن 5 وزراء من وزراء بن علي مرشحين، يعني لماذا لم يكن هناك محاسبة؟ هل بالغتم في المسامحة على حساب المحاسبة؟ أنتم والثورة هو على كل حال يعني أريد أن أفهم كيف تعاملتم مع هؤلاء. هناك يعني الثورة التونسية اختارت منذ البداية العدالة الانتقالية ولم تختر العدالة الانتقامية. نعم. ولم تفتح الباب لمن تعرض إلى مظلمة أن يأخذ حقه بيده، بل تركت الأمر للقضاء. نعم. وكوننا وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، وهذه الوزارة أعدت قانون للعدالة الانتقالية وتمت المصادقة عليه يعني في فترة المجلس الوطني التأسيسي قبل الانتخابات بقليل، وتكونت الآن هيئة منتخبة من المجلس الوطني التأسيسي اسمها هيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة مستقلة لها صلاحيات واسعة من أجل تحقيق العدالة الانتقالية، وبدأت في تلقي الشهادات والشكاوى ممن تعرضوا إلى مظالم خلال 50 سنة من النظام، وليس فترة حكم بن علي والفترة الأخيرة من حكم بن علي. وبالتالي يعني هذه المسامحة، أولا هي مسامحة القوي وليس مسامحة الضعيف، ومسامحة الذي ينظر إلى المستقبل وليس مسامحة الذي هو حبيس الماضي، ومسامحة من يفكر في المصلحة العامة ولا يفكر في يعني ربما تعرض له هو كشخص أو هو كمجموعة من إذايا. ثم ستأخذ الأمور مجراها في إطار العدالة الانتقالية، وهي تبدأ بإظهار الحقيقة يعني ثم المساءلة فالمحاسبة ليتوج ذلك بالمصالحة. جميل. ولنا نعتقد أن المصالحة الوطنية ستكون مصالحة حقيقية، ستكون مصالحة فيها صفاء قلوب وفيها تآخي وفيها تآلف وفيها تضامن وفيها يعني تجاوز. إذا لم نعرف الحقيقة ولم يعترف المذنبون بذنبهم ولم يطلبوا يعني لم يقدموا نقدهم الذاتي أو يطلبوا الصفح من الشعب ويعتذروا أن يعتذروا من شعبهم ومن المجتمع ومن ضحاياهم، فأنا ذاك سنتخطى. ولكن نحن لا نفعل هذا بعقلية انتقامية أو عقلية فيها تشفي أو عقلية فيها يعني بحث عن الإثارة وعن الفضائح وعن التشهير، بقدر ما نريد فقط يعني تجاوز أثار الماضي وآلام الماضي ومظالم الماضي والدخول في المستقبل بكل ثقة وبتآخي وتضامن وبقلوب صافية. يعني أنا لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، لكن حدودكم كيف يعني الحدود الآن؟ هناك حدود مع دول متوترة صحيح؟ لا، الحدود ليست متوترة، ولكن الأوضاع متوترة. الأوضاع متوترة في تلك الحدود، الأوضاع يعني متصدر أزماتها. الأوضاع متوترة في ليبيا، وبالنسبة بطبيعة الحال ليبيا نأمل أن تشهد نوع من الاستقرار وأن يتوصل الأخوة في ليبيا إلى عن طريق الحوار السياسي وليس عن طريق يعني العمل على حسم الأمور على الأرض، أن يتوصلوا إلى ما فيه مصلحة ليبيا ووحدة ليبيا ويعني استقرار ليبيا. وهناك مجهودات مبذولة من أكثر من طرف في هذا الاتجاه، ونحن نسعى بما لدينا من علاقات وما لدينا من تأثير أدبي
وما لدينا من ثقة لدى جميع الأطراف في أن نسهم في تقريب وجهات النظر، ولكن الحدود مفتوحة مع ليبيا. نحن يعيش بيننا قرابة 2 مليون من أشقائنا الليبيين، وحتى الأشخاص متغيرين لك العدد هو نفسه، ولا نشعر، هم لا يشعرون بأي غربة في تونس، ونحن لا نشعر بأنهم غريبين عنا. نحن نعيش عائلة واحدة، نعيش معنا عبارة شعب واحد، وبالتالي نأمل أن تستقر الأوضاع عما قريب في ليبيا. أما بالنسبة للأشقاء الجزائريين، هناك تعاون يعني أمني ومعناها عسكري مع الشقيقة الكبرى الجزائر، ونجد منهم كل العون وكل المساعدة على أن تكون حدودنا آمنة، وأن لا تكون يعني ملاذ أو معبر لمن يريد أن يعني يهدد أو يؤثر في استقرارنا أو استقرارهم أو أمننا أو أمنهم. وهذا فيه الآن يعني جهود كبيرة مبذولة من الطرفين، وثيقة كبيرة يعني، وهذا عنصر يطمئننا على المستقبل ويطمئننا على نجاح المسار إن شاء الله. يعني أنا بدي أشكرك، نائب في البرلمان التونسي، عضو مكتب تنفيذي لحركة النهضة، خطاب واثق، خطاب مثقف، خطاب مسيس. نتمنى أن تسري هذه العدوى في جميع أركان الإسلام السياسي في كل مكان. نتمنى لكم التوفيق في تجربتكم. وأيضا أتمنى أن يحقق المنتخب التونسي بطولة الأمم الأفريقية بعد أسبوع، نتمنى ذلك حتى نفرح معا. أشكرك السيد العجمي ألي وريبي، صحيح؟ لفظته بطريقة صحيحة، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية، عضو مجلس الشعب الحالي. أتمنى لكم التوفيق، وأبلغ تحياتنا لجميع الأخوة في تونس. شكرا لك، ونحن سعيدين بك اليوم. شكرا لك، بمزيد من النجاح والتفوق. إذن أعزائي المشاهدين، ربما يعني إطلال التفاؤل كانت من خلال نافذة السيد العجمي إلى تونس. نتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها، وأن نراها كما بدأت الربيع العربي، تلك الجوهر التي يشع منها أيضا إطلالات الديمقراطية وتداول السلطة والعدالة الاجتماعية وحقوق الناس وإرادتهم وتعبيرهم عنها. أستودعكم الله، ألتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.